بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، برحب بأكاديمية الجيل الجديد، برحب بقائمين عليها، برحب بروادنا الأفاضل، وأتمنى اليوم إن شاء الله استفادة جيدة من المادة العلمية اليوم. النهاردة بإذن الله تعالى محاضرة اليوم، وهي طريقك إلى النجاح في الحياة بإذن الله تعالى. طريقك إلى النجاح في الحياة بإذن الله تعالى. كل واحد فينا بيبقى محدد لنفسه هدف، محدد لنفسه حلم، محدد لنفسه رؤية معينة في حياته، هيعمل إيه وهيخلي إيه وهيسوي إيه. بيحصل ضربات كتير وإحنا بنعيش كل يوم، من أول ما بنصحى من النوم لغاية ما بنيجي ننام بالليل، بيبقى في عدد ساعات، وعدد الساعات ديت فيها حاجات كويسة وفي حاجات سلبية وفي حاجات إيجابية وفي ردود أفعال مختلفة. بس كل واحد فينا على حسب طبيعة الموقف اللي هو بيتعرض له وبيأثر فيه أو بيؤثر فيه. طيب هتيجي نبص كده مع بعض، احنا اتواجدنا ليه؟ الصوت مش واضح؟ الصوت مش واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت كده واضح يا جماعة؟ الصوت واضح ولا في مشكلة؟ طيب كده تمام. بنقول دلوقتي ان احنا لما بنيجي كل يوم بنبقى مخططين اليوم ده هيمشي ازاي. بنقول ان احنا هنعمل العمل الفلاني من الساعة كذا الى الساعة كذا، هنقابل الشخص الفلاني او نتجه الى المكان الفلاني عشان اجري بعض الاعمال المعينة. طيب كل الكلام ده انت بتعمله ليه؟ هل بتعمله عشان بمعنى اصح تحصيل حاصل، او ان هو روتين انت تعودت عليه، ولا انت حابب ان هو ده يكون هدفك، او ان ده يكون نجاح من نجاحات اللي انت بتحققها في حياتك. طيب لو احنا بصينا في الشريحة اللي قدامنا، بنقول عشان تكون ناجح في حياتك لازم تكون واثق من نفسك، لازم تكون واثق من نفسك. وعليكم السلام ورحمة الله، لازم تكون واثق من نفسك. طيب نيجي نسأل بعض أسئلة، هل إحنا واثقين من نفسنا؟ آه ولا لأ؟ بنقول إن في بعض الأحيان بنبقى واثقين وفي بعض الأحيان بنبقى مش واثقين. طب أنت مش واثق في نفسك ليه؟ هل حاسس إن الشخص اللي قدامك، هل أنت حاسس إن الشخص اللي قدامك أقوى منك، يكون عنده علم أكثر منك، يكون مكانته العلمية أو مكانته الموجود فيها أو عمله أقوى منك او في رتبة اعلى منك، فبتحس ان انت ضعيف قدامه؟ هل ما عندكش القدرة على التفاعل او التعامل، فبالتالي انت حاسس ان انت ضعيف، فبالتالي مفيش ثقة بنفسك؟ حاسس ان الشخص اللي قدامك بيستخدم عبارات معينة او كلمات معينة لها قوتها، فبتحس ان انت ما عندكش كم او كيفية ان انت تنطق او تنطق الكلمات ديت بنفس الطريقة، فحسيت ان انت ضعيف قدامه؟ يبقى اذا انت دلوقتي المشكلة مش في اللي حواليك، المشكلة فيك انت. انت لو كنت مقتنع بنفسك وكنت واثق من نفسك وكنت واثق من ربنا سبحانه وتعالى وواثق في الامكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى غرزها فيك وحطها جواك عشان تبقى ناجح في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا يا جماعة خلقنا مش عشان يعذبنا، خلقنا عشان نعمر في الأرض. طب هتعمر في الأرض إزاي وأنت مش واثق من نفسك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى زرع جواك الثقة بنفسك. بس المشكلة مش في كده، المشكلة إن أنت ذات نفسك مش عارف إمكانياتك، مش عارف قدراتك،
مش عارف ايه هي الموارد بتاعتك. لازم تكون واثق من نفسك. انت خدت القرار ان انت تدرس المادة الفلانية، انت خدت القرار ان انت تدرس الكورس الفلاني، انت خدت القرار وانت تخش انت تحضر معانا المحاضرة اللي انا بقولها دلوقتي، وانت خدت القرار انت حضرت محاضرات قبل كده، وانت خدت القرار ان انت هتسمع المحاضرات اللي هتيجي بعد كده ان كنت انا او اي محاضر اخر، يبقى انت صاحب القرار. يبقى انت كده كان عندك ثقة بنفسك ان انت تاخد قرار. ما تقولش ان انت ما عندكش ثقة بنفسك ان انت تاخد قرارات تانية. لا، انت داخل المكان هنا داخل باقتناع، داخل وعارف امكانياتك ايه، داخل وعارف انت قدراتك وظروفك هتوصفها ازاي او هتوظفها ازاي. كل الكلام ده عن طريق الثقة بنفسك. هتقول لي ما عندكش ثقة، هقول لك لا عندك ثقة. ازاي؟ ده مش عارف اخد قرار. لا، انت متردد، انت متردد، لازم تاخد قرار، لازم تاخد قرار، ولازم تكون عندك ثقة بنفسك. لا خاب من استشار. انت ممكن يكون عندك رأي معين، اعرضه وشوف وخد بآراء الناس. لو انت اخطأت اعترف بخطأك وقول ان رأيهم هو اللي كان صواب. تمام. ثقة بالنفس، الناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح. تمام. طيب لو انا بصيت على الشريحة التانية، تجاهل الناس الذين يرددون كلمة مستحيل. تجاهل الناس الذين يرددون كلمة مستحيل. ما فيش حاجة اسمها مستحيل يا جماعة. في حاجة اسمها ان انا ان شاء الله هقدر اعمل الشيء ده. تمام. قدم المشيئة، ما تقولش ان انا هعمل، لا قول ان شاء الله انا هعمل. تمام كده. في مثل بالبلدي كده بيقول لك كلام الناس ما نسمعش كلام الناس، لان كلام الناس يعني عامل زي الاغنيه بالظبط، بيقول لك كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. تمام. لا، لو انا مشيت ورا كلام الناس السلبي، تمام كده، هفضل محلك سر. الناس هتزرع جوايا الطاقه السلبيه وهفضل محلك سر. الناس بتتقدم، والشخص اللي كان بيحبطك والشخص اللي كان بيعجزك والشخص اللي كان بيديك الطاقة السلبية عشان ما تتقدمش، تلاقي هو بيتقدم وانت ما زلت في مكانك ما بتتحركش. خلي بالك، خلي بالك، الشخص اللي هو تلاقيه بيهتم بكل أعمالك، بيهتم بكل تحركاتك، وكل ما تيجي تتحرك خطوة للأمام تلاقيه بيقف قدامك ويقول لك ان انت بتعمله ده ما منوش فايده، اللي انت بتعمله ده انت ايه وجه الاستفاده بتاعتك منه، اللي انت بتعمله ده هيفيدك بايه، يا عم شوف لك حاجه تانية. ده الكلام اللي احنا بنسمعه والكلام اللي انا تعرضت له في يوم من الايام. تمام. هيجي واحد يقول لك لا، ايه وجه الاستفاده من اللي انت بتعمله، ايه وجه الاستفاده اللي انت توصله، يعني توصل لشيء. على سبيل المثال احنا في قاعة دلوقتي ولها احترامها ولها قدسيتها، وإدارة القاعة تحترم جدا 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 على العمل الخير اللي هم بيقوموا بيه. تمام. تيجي تتكلم مع حد، تعالى في محاضرة فلانية، تعالى احضرها، يقول لك انا هستفيد بيها في ايه، يا عم ايه كبر دماغك، مش ده الكلام اللي احنا بنسمعه. تمام. تعالى بص، تلاقي محاضر، تعالى في اكاديمية من الاكاديميات بتدي محاضرات، ايه المانع ان انت تيجي تدي محاضرة فيها؟ يقول لك هاخد كام؟ هتاخد كام؟ هي الدنيا كلها بقت فلوس، كل الدنيا كلها بقت ماديات، يقول لك انا هضيع وقتي ليه؟ طب ما انت الكلام اللي انت العلم اللي عندك ده ما انت هتسأل عليه يوم القيامة. تمام؟ الدنيا كلها يا جماعة مش دنيا فلوس، الدنيا مش ماديات، لا هي الماديات لها شأنها ولها مكانتها ماشي، بس الدنيا كلها معلش احنا اللي بنجيب الفلوس مش الفلوس هي اللي بتجيبنا. فلو انا لو انا رددت نفس الكلام اللي الناس التانية بتقوله، اولا الناس مش هتستفيد بعلم، الناس مش هتستفيد بوقت، الناس مش هتستفيد ب ب ب ب بطعم حلو فعلا بيعمله. تمام. هتيجي تاخد خطوة لقدام هتلاقي حد بيعجزك، وفي حكمة بتقول النخلة المثمرة أو الشجرة المثمرة هي التي تلقح بالحجارة. تمام. النخلة اللي فيها تمر أو فيها بلح
هي دي النخلة اللي بيحدفوها الناس عشان ينزلوا الثمرة الجيدة اللي منها، تمام؟ فاحنا نتجاهل كلام الناس يا جماعة، كأنك لما تلاقي حد بيتكلم معاك بسلبية أو هيحط جواك بسلبية، سد أذنك. فعلا فعلا أستاذ هدى، مع إنه لو فكر هيلاقي إنه بيستفيد بأشياء كثير دون أي مقابل، تمام؟ طيب، يبقى النقطة التانية إن إحنا نتجاهل، إحنا شايفين إن إحنا بنعمل خطوة صح، هنتجاهل أي كلام سلبي يوقفنا، تمام؟ لازم تكون مقتنع بنفسك. في الشريحة التالية، بقدر ما تركز مجهودك في موضع ما تحقق النجاح المطلوب فيه. إذا أنت ركزت في شيء هتنجح فيه. إذا أنت ركزت في شيء هتنجح فيه. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الأجر والثواب على قدر العمل. على قدر العمل. تمام كده؟ لو أنت ركزت بنسبة 50% يبقى أنت هتنجح بنسبة 50%. إذا أنت ركزت بنسبة 10% يبقى أنت هتنجح بنسبة 10%. إذا أنت ركزت بنسبة 100% يبقى أنت هتنجح بنسبة 100%. بعرفكوا حاجة زي ما قلتها قبل كده وبكررها، مفيش حاجة اسمها إن أنا نسبتي 100%، إن أنا هركز 100%، أكيد هيحصل قصور، أكيد هيحصل قصور. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان بيصلي في المسجد، إنسان بيصلي في المسجد، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيديله الثواب على قدر التركيز في الصلاة. إذا أنت ركزت في فاتحة الكتاب يبقى أنت هتاخد ثوابها. إذا أنت ركزت في الركوع يبقى هتاخد ثواب الركوع. طب أنت ركزت في الركوع ولقيت نفسك إيه، أو ركزت في السجود وأنت بتقرأ الفاتحة، بتقرأ قصار السور، بتقرأ سورة طويلة، تمام؟ ما كنتش مركز فيها، تمام؟ انت بتاخد الثواب على قدر العمل. احنا عندنا الدرجة، وليكن 100%، انت خدت كم من 100؟ تمام كده؟ خدت كم من 10؟ خدت كم من 27؟ خدت كم من 20؟ وهكذا معايا. اذا على قد التركيز هتاخد نجاح، تمام؟ طيب، رؤيتك السلبية لنفسك سبب فشلك في الحياة، والنظرة الإيجابية تدفعك دائما للنجاح. الرؤية السلبية هي الطاقة السلبية اللي احنا بنبقى شايفينها، كل واحد شايفها بطريقته، تمام؟ تيجي تقول للواحد تعالى نعمل كذا، يقول لك يا عم أنا مش هقدر أعملها. طب تعالى هشرح لك المادة الفلانية، يقول لك أنا مش هفهمها. طب تعالى أعلمك حاجة جديدة، يقول لك مش بتاعتي. كل دي طاقات سلبية أنت بتزرعها جواك وجوا نفسك. أنت اللي بتقول انت تقدر وما تقدرش. انت هتقدر، بس انت لو انت عاوز تقدر. زي بالظبط كده، وديات بنشوفها مع حالات كتير، تمام؟ تلاقي شخص بيشرب سجاير، انت ما بتبطلش السجارة ليه؟ لك ربنا يتوب علينا منها، ده قطعت نفس الواحد. طب انت ما بتبطلهاش ليه؟ والله ربنا ما اذنش يا سيدي، ده قرارك، تمام؟ ربنا حرمها عليك، انت اللي بتاخدها. يقول لك اصلا مش قادر ابطلها. طب مش قادر ليه؟ بس بص للسيجاره، بص للحجم بتاعها، تمام؟ ايه وجه الاستفاده؟ ايه وجه الاستفاده؟ تمام؟ تعالى هات، وليكن دولار، هات 10 دولار، هات 100 دولار، ولفهم على هيئه السيجاره، وهات ولاعه وولع الدولار ده، او ولع على 10 دولار دي. هتلاقي الشخص اللي بيشرب سجاير يقول لك انت مجنون، ده هتولع الدولارات، هتولع العمله، هتولع الفلوس. طب ما انت فعلا عملتها قبل ما انا هعملها، انا ولعتها او هولع العمله وهي صريحه قدامي شايفها وعارف قيمتها. اما انت بتولع العمله بس بطريقه سلبيه، ان انت بتجيب سيجاره، بتجيب ايا كان المنتج اللي انت بتشربه، تمام كده؟ انت بتحرقها بس بطريقة مقنعة، تمام؟ فعلا هو بيولع في نفسه وفي صحته. هو اولا بيحرق نفسه، صحته، فلوسه، مجهوده،
واحد يجي يقول لك انا بشرب شيشة ما بشربش سجاير، تمام؟ طب انت عارف يعني الشيشة اللي انت بتشربها دي تعادل كام سيجارة؟ تعادل 40 سيجارة، تعادل 40 سيجارة، تمام كده؟ لا الحمد لله ما بشربش، محدش يفكر ولا شيشة ولا سجاير الحمد لله ويتفننوا بقى، يدوها مسميات كثيرة، تمام؟ طب تعالى يقول لك لا انا، وكوميدي اكتر بقى ان انا قابلت صديق ليا يقول لي انا امبارح قعدت شربت 3 شيشة، تمام؟ بس مش عارف، سبحان الله يا اخي، اقول له خير؟ يقول لي انا قمت من على الكافيتيريا جسمي مهدود يعني، بس وتعبان، بس مش عارف ليه، مع العلم ان انا كنت نشيط. اما انت دلوقتي انت شارب 160، شارب 120 سيجارة يقول لي ازاي؟ اقول له دلوقتي حجر الشيشة اللي انت بتشربه 40 سيجارة، فانت شربت 3 حجايب شيش، يعني 3 في 4 ب 120 سيجارة، وبتقول انت همدان ليه؟ يقول لي بس سبحان الله. اقول له ايه؟ يقول لي اما انا اقعد 2 3 ما بشربش، تمام، بحس ان انا مرتاح وفايق. طب ما دي حاجة اكيدة، دي حاجة اكيدة، تمام. طيب عاوز يعني عاوز اوريكم حاجة، للأسف مش ظاهر قدامي دلوقتي. طيب نرجع لموضوعنا مرة أخرى، تمام. فكر دائما فيما يسعدك وابتعد دائما عما يقلقك. فكر دائما فيما يسعدك وابتعد دائما عما يقلقك. الخوف يا جماعة من الشيء بيحدث، الخوف من الشيء بيحدث. يعني على سبيل المثال لو انت بتصلح شيء، بتصلح جهاز كمبيوتر، بتصلح موبايل، بتصلح اي جهاز الكتروني، بتصلح اي شيء، اذا انت حسيت وانت ماسك الاداة اللي انت ماسكها وبتصلح بيها الشيء ده وخفت ان هي تنكسر، هتنكسر بالفعل، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي حطيت المفك، وبعد ما حطيت المفك وجيت تمسكه وتفك الشيء، فجأة لقيت القطعة ديت انكسرت. انكسرت ليه؟ لأنك خفت، لأن إيديك ارتعشت، تمام. يبقى إذا دلوقتي اللي بيخاف من الشيء زي ما بيقولوا بيطلع له، معايا؟ طيب فعلا الخوف هيسيطر عليه، الخوف هيسيطر عليه، يبقى لازم ما تكونش قلقان من الشيء اللي أنت بتعمله. طيب ما تخاف منه قد يحدث لك إذا استمريت في التفكير به أو التفكير فيه. إذا أنت فضلت تفكر في الشيء ده فعلا هيتنفذ، زي ما أنا قلت في الشريحة الإيه السابقة، الشريحة السابقة، فكر دائما فيما يسعدك وابتعد دائما عما يقلقك. زي بالظبط كده واحد يقول لك أنا صحيت من النوم أنا مبسوط بس أنا خايف. خايف ليه؟ أصل خايف إن الفرح الكتير أوي ده يقلب بغم أو بيقلب بحزن أو يقلب بنكد. طب ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى زرع جواك الفرحة دلوقتي، ليه تقلبها حزن؟ ربنا أسعدك دلوقتي، ليه تبقى طاقة سلبية عندك وتقول لا ده أنا مش هبقى فرحان؟ ليه تحط الشيء الوحش؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا عند حسن ظن عبدي بي إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أنا عند حسن ظن عبدي بي إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، تمام. يبقى إذن دلوقتي إننا ربنا سبحانه وتعالى جعل جوايا دلوقتي الفرحة والسعادة، أفرح، أستطعم طعم الفرحة، أستطعم طعم الفرحة،
أقول الله ده جميلة وعيش الفرحة. تمام؟ ليه كلنا؟ ليه كلنا نلاقي نفسنا زعلانين أو متضايقين؟ طب ليه؟ يقول لك أصل أنا نفسي في الحاجة الفلانية. طب أنت طلبت حاجة واحدة بس، ما فكرتش بس ثانية أنت عندك إيه حلو في حياتك؟ أنت نفسك في السيارة الفلانية. تمام؟ طب أنت ما عندكش سيارة؟ لا عندي سيارة. طب عندك شقة وعندك فيلا وعندك فلوس وعندك أولاد وعندك أسرة وعندك وعندك وعندك. طب ما بتفكرش في كل الكلام ده ليه؟ لازم بتزعل نفسك عشان حاجة. تمام؟ عيش الفرحة بطعمها. فعلا يا أستاذ هدى، عندنا حاجات كتير غيرنا بيتمنى ولو نصفها. تمام؟ هي دي طبيعة البشر، دي طبيعة البشر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اثنان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. اثنين لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. واحد متعلم بيحب ان هو يعرف حاجات كتير، يقول لك انا عاوز اعمل دبلومة. طب خلص الدبلومة، يقول لك انا عاوز اعمل ماجستير. طب خلص الماجستير، يقول لك انا عاوز اعمل دكتوراه. طب خلصت الدكتوراه، يقول لك انا هعمل ابحاث عشان اوصل للاستاذية. طب خلصت الموضوع ده عشان تبقى عميد لكلية. خلصت ده، بعد كده هتبقى ايه؟ رئيس جامعة، بعد كده وزير. المهم ان هو بيطمع. اللهم امين. اثنان لا يشبعان، طالب العلم. فالاستاذة هدى بتقول يا ربنا يجعلنا منهم يعني. اللهم امين يا رب العالمين. تمام؟ طب ما برضو ما فيش مانع ان احنا نحب الفلوس برضو يعني. يعني هنجيب الفلوس عشان نعمل ابحاث برضو. طبعا 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 من غير طمع. تمام؟ طيب، قلنا ما تخاف منه قد يحدث لك اذا استمريت في التفكير فيه. يبقى ما نفكرش في اي شيء سلبي، نفكر في كل شيء ايجابي. طيب، لا تقارن نفسك بالاخرين وخصوصا الفاشلين. لا تقارن نفسك بالاخرين وخصوصا الفاشلين. تيجي تسأل واحد انت ناجح ولا مش ناجح، يقول لك يا عم انا هكون فين؟ طب انت نفسك ايه؟ تطلع كذا؟ يقول لك انا فين وده فين؟ تمام؟ ايه السلبية دي؟ طب ايه لك اصل انت شايف فلان؟ طب انت شايف علان؟ طب انت بتقارن نفسك بده ليه؟ ما تقارن نفسك بحد احسن. تمام؟ يعني انت تقول ان ده وصل لمكانة علمية معينة، ايه المانع ان انا ابقى زيه؟ ايه المانع ان انا ابقى احسن منه في العلم؟ تمام؟ ما اقولش ده لا ده انا امكانياتي ايه وظروفي ايه كل الكلام ده. لا، ما نقارنش نفسنا بالاخرين وخصوصا الفاشلين. تمام؟ ما نقارنش نفسنا بالفاشلين. طيب، لا تستمع لأي شخص يحاول أن يسبب لك إحباطات أو يقلل من شأنك، وده الكلام ده لسه قايله من شوية. تمام؟ لا تستمع لأي شخص يحاول أن يسبب لك إحباطات أو يقلل من شأنك. اعرف نقاط ضعفك وحاول أن تتخلص منها. اعرف نقاط ضعفك وحاول أن تتخلص منها، واعرف نقاط قوتك وركز عليها. اعرف نقاط ضعفك وحاول ان تتخلص منها، واعرف نقاط قوتك وركز عليها. كل واحد بيبقى فيه نقاط ضعف. تمام؟ وفي نقاط قوة. كل واحد فينا يعرف نقاط الضعف بتاعته ويحاول يتخلص منها. واحد يقول لك انا ما ببقى عصبي بشرب سيجارة، لما ببقى عصبي لازم اكسر حاجة. طب دي نقطة الضعف بتاعتك، نقطة الضعف بتاعتك، حاول ما تتنفسش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. تمام؟ أعرف نقاط ضعفك. طيب، ركز على نقاط القوة. إيه هي نقاط القوة؟ أنت شخص ذكي، جميل، أعمل إيه؟ وصف
وظف ده في شيء إيجابي. طب أنت شخص بتحب تقرأ، إيه المانع إن أنت الحاجات اللي أنت بتقرأها دي مش تحتفظ بيها لنفسك، وصل للي أنت فهمته للناس. أنت اتعلمت حاجة جديدة، إيه المانع إن أنت تعرفها للناس؟ تمام؟ ما تبقاش طاقة سلبية متحركة، ما تبقاش طاقة سلبية ثابتة. مش عاوزين طاقة سلبية. واحد يقول لك لما بيبقى حد بينرفزني بخش انام، لو حد بيضايقني بخش غرفتي واقفل على نفسي، لو حد مش عارف ايه ببعد بهرب. بين كان الشيء، ابعد عن النقاط السلبية دي. طيب، الخوف من اي محاولة جديدة طريق حتمي للفشل. لو خفت يبقى مش هتعمل، لو خفت يبقى مش هتنجح، لو خفت يبقى مش هتنفذ اللي انت بتفكر فيه. تعالى نعمل مشروع، انا خايف ان هو يفشل، خايف ان انا اخسر، يبقى مش هتعمله، يبقى مش هتنجح، يبقى هتفضل فاشل. تمام؟ طيب تعالى نشتغل الشغلانة الفلانية. لا ليه؟ يقول لك اصل ديت مثلا ساعة، على سبيل المثال دي وظيفة تسويق أو مندوب مبيعات، وأنا ما بعرفش أتكلم، وخايف إن حد يحرجني، وخايف إن حد يسبني أو يحرجني أو يقول إن المنتج بتاعك ده منتج مش حلو، فأنا خايف. فلما خفت يبقى خلاص هتفشل. هتفشل إزاي؟ أنت مش هتشتغل الشغلانة ديت. تمام؟ وتاني حاجة مش هيخش لك دخل، وتالت حاجة هتفضل في البيت مش هتتحرك. طب ما انت ممكن تشوف وظيفة تانية. ما ايه المشكلة؟ ما المشكلة برضو حتمية، اللي هي ان انا خايف، خايف ان انا اعمل مقابلة شخصية وافشل، خايف ان انا حد يسألني سؤال معرفش اجاوبه، خايف ان انا يبقى طالبين مني ان انا اكون قوي في اللغة، قوي في الكمبيوتر ومعرفش، خايف. الثقة في النفس طريقك الى النجاح، والنجاح يدعى من الثقة في النفس. إذا كنت واثق من نفسك هتنجح، إذا كنت واثق من المعلومة بتاعتك هتنجح. تمام؟ الناس الذين لا يخطئون أبدا هم الذين لا يتعلمون أبدا. لما جيت قبل كده في محاضرة من المحاضرات وقلت مخترع المصباح الكهربي، لما الصحفي بيسأله أنت عملت كم محاولة عشان تيجي المصباح؟ قال له عملت 99 محاولة. قال له أنت عملت 99 محاولة فاشلة عشان تيجي المصباح؟ قال له لأ، أنا عملت 99 محاولة أثبتت لي إن 99 محاولة مش هيقيدوا لي المصباح، وكل مرة كنت بعرف محاولة جديدة، المحاولة الجديدة بتأكد لي إن المصباح مش هينور، لغاية ما وصلت للمرحلة المحاولة المية، ووصلت إن أنا أعيد الإيه؟ المصباح. يبقى أنا اتعلمت من الخطأ بتاعي وقدرت انفذ الشيء صح. عرفت ان انا لو انا مشيت في الطريق ده مش هوصل بسرعة، لو مشيت في الطريق ده هوصل بسرعة، وهكذا. يبقى الناس الذين لا يخطئون ابدا هم الذين لا يتعلمون ابدا. اجعل فشلك بداية جديدة لنجاحك. واحد لا قدر الله، لا قدر الله ما وفقش في عمل معين، تمام، يجي يقول لك انا خلاص انا بقيت فاشل، انا مش ناجح، انا هفضل في البيت، انا مش نافع في حاجه. كويس؟ لا لا، انا بقول ان الخطوه دي تمام، خلاص انا كنت ماشي في الطريق مش صح، كنت اتبعت طريق مش بتاعي، عشان كده ما وصلتش للنجاح. اكيد ربنا سبحانه وتعالى موصفني او موظفني بشيء معين. تمام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. تمام؟ يعني سبحان الله، بيبقى الواحد ماشي في الطريق بتلاقي عامل النظافة بينظف الشارع. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى محببه في المهنة بتاعته، أو محبب له المهنة بتاعته. لو انا فكرت ان انا اقف مكانه مش هعرف اشتغل الشغلانه دي. تمام؟ ليه؟
حاسس ان مش ديت طموحاتي، حاسس ان ديت مش بتاعتي. لما تيجي تبص تلاقي ان انت تشتغل شايف سواق معين، تقول انا هشتغل سواق، بس تيجي تبص تقول لا انا مش هعرف اشتغل سواق، ده عاوز صبر، عاوز طولة بال، هيتعامل مع جمهور، هيلاقي كل اسماء في الناس موجودة، تمام؟ هتحس ان انت برضو مش دي بتاعتك. لو رحت اشتغلت في مكتب، في مكتبة، في مصنع، في شركة، في مؤسسة، كل ميسر لما خلق له، تمام؟ في الشريحة التالية، محاولة النهوض من السقوط أفضل من أن تداس بالأقدام وأنت على الأرض. الإنسان حياته كلها كيرف ومؤشرات، مرة المؤشر يعلى ومرة المؤشر ينزل، مرة المؤشر يعلى ومرة المؤشر ينزل، أو الكيرف بتاعك يعلى والكيرف بتاعك ينزل، مش فاهم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يا مثبت القلوب ثبت قلبي، تمام؟ لو أنت بصيت بطريقة تانية، إيمان الإنسان بيزيد وينقص، إيمان الإنسان بيزيد وينقص، يعني الكيرف بتاعك طالع ونازل. يبقى محاولة النهوض من السقوط، أنا تعرضت لموقف، تعرضت لأزمة، تعرضت لمشكلة، تعرضت لا قدر الله مصيبة، تمام؟ إذا أنا فضلت واقع على الأرض لأني انضربت على ظهري، انضربت على المفاصل، وقعت على الأرض وما قمتش، هفضل واقع في الأرض والناس كلها هتدوس عليا. إذا أنا طاطيت مرة هفضل مطاطي على طول، إذا بصيت في الأرض يبقى هفضل أبص على طول. لازم تعود نفسك، إذا أنت صح يبقى عينك في عين اللي قدامك، ما تخافش، تمام؟ ما تبقاش جبان. واحد يقول لك أنا طيب، والطيبة في الزمن ده ما تنفعش. أقول لك في فرق إن أنت تكون طيب، وفي فرق إن أنت تكون ضعيف. الطيبة مش ضعف. هتقولي الطيبة بتتفهم غلط، أنا ماليش دعوة هي اتفهمت إيه. الشخص الطيب مش ضعيف يا جماعة. في شخص بيسامح، مش معنى إن أنت بتسامح يعني أنت ضعيف، تمام؟ ركز وخليك عندك هدف. ناس يعني بتحسسني إن أنا طيب زيادة عن اللزوم، تمام؟ بقول لك أنا مش إيه المشكلة يعني أنت تبقى طيب، بس مش طيب ضعيف، تكون طيب قوي، تقدر تسامح وقت لما تقدر تسامح. العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة. إن أنا سامح، معنى إن أنا أبقى مسامح يعني أنا ضعيف؟ معنى إن أنا مسامح يبقى أنا خايف من الشخص اللي قدامي؟ لا والله. أستاذ هدى بتقول الطيبة مطلوبة لكن طيبة زيادة عن اللزوم، لا من لا. احنا بنقول يا أستاذ هدى طيبة بقوة وليس طيبة بضعف. الطيبة أيا كان بقى، زيادة عن اللزوم، شوية، كتير، المهم في طيبة بس ما فيهاش ضعف، تمام؟ أن تحاول محاولة جديدة. المانع ان انا اتعلم شيء، ده انا غلطت، ده الشيء ده مش بتاعي، ده الشيء ده انا غلطت فيه، ايه المانع؟ مفيش مشكلة، غلطت اتعلم من الخطأ. الاستمرار في الخطأ خطأ اكبر، الاستمرار في الخطأ خطأ اكبر، تمام؟ اذا كان الطفل الصغير لو هو ماسك كوباية ووقعت منه وانكسرت، انت بتتنرفز وبتتعصب وبتضربه، تمام؟ بتضربه ليه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معنى الرواية أو فيما معنى الحديث، لا تعاقبوا أبناءكم على كسر الأواني فإنها لها أعمار مثل أعماركم، تمام؟ أو كما قال، خلني اللفظ أو خلني صيغة الحديث، تمام؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما تضربش ابنك وما تضربش بنتك
تمام، ان الكوبايه او الطبق وقع وكسر منه. ليه؟ لانها لها عمر وعمرها خلاص بقى في الوقت ده انتهى. تمام، ان تحاول محاوله جديده وتخطئ لتتعلم افضل من عدم المحاوله نهائيا، وتدعي الحرص والنجاح في حياتك. اسأل نفسك دائما عما تخاف، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تمام، لو أنت بصيت الحديث بيقول عجبا لأمر ابن آدم، كل أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. يعني سبحان الله سبحان الله، حياتنا كلها خير، إن كان في السراء أو إن كان في الضراء كلها خير. هتقول إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيديك منحة منه، بيديك حاجة كويسة ففرحتك، فشكرت ربنا الحمد لله والشكر لله، الحمد لله أنا نجحت، الحمد لله إن أنا اشتغلت، الحمد لله أنا وصلت المكانة الفلانية، الحمد لله إني تزوجت الشخصية الفلانية، الحمد لله إن أنا قابلت الشخص الفلاني، الحمد لله أنا اتعلمت الحاجة الفلانية. كل دي حاجات كويسة. طيب، فقد مني مال، فقدت العمل، قدر الله ما شاء فعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام، يبقى إذن أنا صبرت فكان خيرا لي، فكان خيرا لي. ليس السؤال كيف يراك الناس، ولكن كيف أنت ترى نفسك. خلي بالك من نقطة معينة، نظرة الناس إليك هي انطباعهم اللي أنت وصلته لهم. إذا أنت كنت شايف نفسك سلبي، الناس هتلاقيها بتبعد عنك، وما تيجي تتكلموا انت بعدتوا عني ليه؟ يقول لك اصل احنا حاسينك ان انت سلبي، لانك انت وصلت لهم الاحساس ده. تمام، لانك انت وصلت لهم الاحساس ده. تمام، ليس السؤال ولكن كيف انت ترى نفسك. اهم حاجة انت شايف نفسك ايه، ماليش دعوة بكلام الناس، ماليش دعوة الناس شايفيني ايه. تمام، انا المهم انا شايف نفسي ايه. تمام، ممكن واحد يقول لك طب انت قلت ليه كده، ده انت كده هتوصل رسالة للشخص الفلاني. انا دلوقتي ما قصدتش المعنى اللي وصل لك، انا قصد شيء معين. تمام كده، ليس السؤال كيف يراك الناس، ولكن كيف انت ترى نفسك. الشريحة التالية، لا تقاس السعادة بالمال ولا الشهرة، لا تقاس السعادة بالمال ولا بالشهرة. تمام، مشكلتك ليس قلة ما تملك، ولكن مشكلتك قلة الدوافع. مشكلتنا فعلا ناس كتير مش لاقية الدافع، مش لاقية التشجيع. مش لاقية التشجيع، مش لاقية اللي يوجهها، مش لاقية اللي تقول لها ان اللي انت بتعمله ده صح، مش لاقية اللي تقول له ان اللي انت بتعمله ده غلط. تمام، مفيش دوافع، مفيش دوافع. اذا كانت لديك مشكلة فانها لن تحل اذا انكرت وجودها. زي الصورة اللي قدامنا ديت، الشخص ده تميم، فبيحاول يخرج من مكان صغير، هو مش قادر يقتنع ان المكان مش هينفع يعديه، المكان مش هينفع يعديه. معايا كده؟ اذا كانت لديك مشكلة فانها لن تحل الا اذا انكرت ايه وجودها. الشريحة التالية، التقليل من قيمة الاخرين يتسبب في تحطيم نفسك. التقليل من قيمة الاخرين يتسبب في تحطيم نفسك. يعني ايه؟
يعني انت لو انت قدامك شخص معين وبدأت تتحطم من معنوياته، تسبب له احباط، تخيل هو ما يجي يتكلم معاك، هيتكلم معاك بحماس؟ هيسمعك بحماس؟ لا. ليه؟ لانك انت قللت من شأنه. فعلا السخرية من الشخص، قللت من شأنه، قللت من مكانته. عاوز هو يقابلك ازاي؟ عاوز هو يتكلم معاك ازاي؟ ان لم تكن تعرف طريقك جيدا فلن تستطيع الوصول الى نهايته. اذا انت مش عارف انت عاوز ايه، يبقى اذا انت مش هتوصل للي انت عايزه، لانك انت مش عارف انت عايز ايه. لازم تكون محدد هدف، لازم تكون عندك طموح انت توصل للشيء ده. ان لم تكن تعرف طريقك جيدا فلن تستطيع الوصول الى نهايته. تذكر ان الشعور بالوحدة ناتج عن سوء العلاقة. تذكر ان الشعور بالوحدة ناتج عن سوء العلاقة، وسوء العلاقة ناتج عن سوء التعامل مع الآخرين. يعني أنت حاسس إن أنت وحيد، حاسس إن الناس بتتجاهلك، حاسس إن الناس بتبعد عنك، حاسس إن الناس مش حباك. ليه؟ لأنك أنت أسأت العلاقة ما بينك وما بينهم، فبالتالي أسأت العلاقة الناس كلها بتبعد، فبالتالي أنت تقعد وحيد. غالبا لا نرى الأمور على حقيقتها، لكننا نراها كما ندركها نحن. غالبا لا نرى الأمور على حقيقتها، لكننا نراها كما ندركها نحن. كن واقعيا وانظر إلى الأمور كما هي وبلا تحيز. هقول تاني، غالبا لا نرى الأمور على حقيقتها، لكننا نراها كما ندركها نحن. يعني كل واحد مش شايف الصورة كاملة، كل واحد بيبقى شايف صورة معينة بس، مش عاوز يقنع نفسه إن هو يكمل الصورة. هو شاف حاجة كويسة فخلاص، حاجة كويسة ديت هي ديت كل حاجة، تمام. طب كمل الصورة، يقول لك لا لا أنا مش عاوز كده، أنا يكفيني الجزئية ديت. كن واقعيا وانظر إلى الأمور كما هي وبلا تحيز. ما تتحيزش بشيء، شوفها من كل وجهات النظر. حل المشكلة يوجد في داخل المشكلة. حل المشكلة يوجد في داخل المشكلة. لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ابحث عن الحل في داخل المشكلة. ابحث عن الحل في داخل المشكلة. الشخص الحر هو الذي يقول لا للخطأ ونعم للصواب. الشخص الحر هو الذي يقول لا للخطأ ونعم للصواب. بمعنى يعني ايه الشخص الحر؟ الشخص الحر اللي هو ما يكونش منقاد ورا حد، يكون بيشغل عقله، مش حد يقول له يمين حاضر يسار حاضر يمين حاضر شمال حاضر. كل واحد يشغل عقله، ما يكونش منقاد ورا شيء. ابحث عن الطريقة التي تفهم بها الآخرين ثم عن الطريقة التي تفهم بها الآخرين. ابحث عن الطريقة التي تفهم بها الآخرين، دور على طريقة أنت تفهم الناس بيها ثم عن الطريقة التي تفهم بها الآخرين. شوف الطريقة اللي توصل بيها الكلام للناس. سبحان الله، مش الكلام ده احنا بنجيبه من الغرب؟ تعال نبص بقى في الدين عندنا، في السنة عندنا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم. يعني اتكلم الناس على قد الفكر بتاعهم، اتكلم الناس على قد اللي استوعبوه، اتعامل مع الناس على اللي هم عاوزين يوصلوه لك، تمام. يبقى خاطبوا الناس على قدر عقولهم. لأن انا بصيت بقى بالطريقة الغربية، ابحث عن الطريقة التي تفهم بها الآخرين ثم عن الطريقة التي تفهم بها الآخرين. عندما تفهم معنى الحياة جيدا سوف تدرك أنها هامة بالنسبة لك. واحد يقول لك أنا شايف مفيش حاجة كويسة، مفيش حاجة إيجابية، تمام. أنا مش حاسس، أنا مش عارف أنا عايش ليه، أنا عاوز أموت. طب ليه عاوز تموت ليه؟ تمام، أصل أنا مش شايف حاجة إيجابية. ليه مش شايف حاجة إيجابية؟ أنت سلمت نفسك للوحدة، سلمت نفسك للسلبيات، سلمت نفسك للناس قالوا والناس عادوا، سلمت نفسك لشخص أو صديق بيزرع فيك الطاقة السلبية، تمام؟ ما نسمعش الكلام من الناس، تمام؟
لازم تفهم الحياة صح. انت ما اخترتش ان انت تبقى موجود في الحياة، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، خلقك لانه عارف انت هتعمل ايه، وخلقك عشان هو طالب منك ايه. ما تقولش ان انا عاوز اموت، ما تقولش انا اتخلقت لي في الدنيا دي، كل دي وساوس نفسية ووساوس شيطانية. النفس بتوسوس لك، الشيطان بيوسوس لك. ربنا سبحانه وتعالى خلقك، يبقى خلقك عشان تحقق هدف معين هو طالبه منك، زي ما قلت الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل ميسر لما خلق له. دور دور على اللي جواك، دور على النجاح اللي انت تقدر توصل له، دور على الهدف اللي انت خلقت عشانه. ما تقولش ان انا مش لاقي شغل، لا الشغل كتير، الشغل موجود في كل حتة، بس انت اللي بتستكبر، انت اللي بتقول هو ده مرتب، هو ده هيكفيني، هو دول هيعملوا لي ايه. طب انت قاعد في البيت استفدت ايه؟ قاعد بتصرف، قد تكون بتشرب سجاير، قد بتكون بتشرب مخدرات، قد بتكون بتعمل حاجة. بتجيب الفلوس منين؟ من ابوك وامك، تمام؟ المحصلة صفر. اشتغل، ايه المانع ان انت تشتغل براتب قليل؟ وهتلاقي نفسك فيما بعد بتكبر، فيما بعد هتلاقي اماكن كتير بتطلبك ان انت تشتغل معاها، في اماكن كتير هتلاقيها هي اللي بتقول لك تحب تاخد كام، تمام؟ عندما تفهم معنى الحياة جيدا سوف تدرك انها هامة بالنسبة لك، هتحس ان فعلا الحياة مهمة. لا يدوم جمال الشكل ولكن جمال الشخصية هو الذي يدوم، لا يدوم جمال الشكل ولكن جمال الشخصية هو الذي يدوم، تمام؟ أهم أسباب الفشل في الحياة هو عدم الاعتراف بالأخطاء. مشكلتنا إن إحنا ما بنعترفش بغلطنا، مشكلتنا إن أنت ما بتعرفش تقول آسف، ما بتعرفش تقول آسف، ما بتعرفش تعتذر. ليه؟ أنا لو قلت آسف هيكون هيحس إن هو انتصر عليا. والله الموضوع مش موضوع انتصر أو منتصرش، الموضوع إن أنت أخطأت فعلا فاعتذرت ولا لأ. زي ما جيت في محاضرة من المحاضرات قلت إيه الفرق ما بين كلمة آسف وكلمة أنا بعتذر. كلمة أنا بعتذر، بعتذر عن خطأ بدون قصد أنا وقعت فيه. كلمة آسف ده كلمة مقصودة، إن هو خطأ كان مقصود أو خطأ كان فعلا أنا قاصد إن أنا أنفذه أو أعمله، فأنا بتأسف عشانه أو بتأسف عليه، تمام كده؟ فكر إيجابيا، فكر إيجابيا وكن متفائلا وصادقا مع نفسك أولا. فكر إيجابيا، لازم نفكر بإيجابية يا جماعة، لازم نفكر بإيجابية. لازم تكون متفائل، لازم تكون صادق مع نفسك الأول قبل ما تكون صادق مع الآخرين. ما تقولش قال الله وقال الرسول وانت ما بتعملش بالكلام ده، ما تقولش يا جماعة نعمل كذا وما نعملش كذا وانت أساسا ما بتنفذوش. فكر إيجابيا وكن متفائلا وصادقا مع نفسك أولا ومع الآخرين ثانيا، تمام؟ يبقى لازم نخلي بالنا من النقطة ديت، لازم تكون. الله وبركاته، عذرا النت فصل عندي يا جماعة، حاجة خارجة عن إرادتي، أنا آسف. دلوقتي إن شاء الله هنشوف فيديو. منتظر دقيقة، تمام؟ أتمنى إن هو يعجبكم وتتعلموا منه إن شاء الله. We will demonstrate in this experiment that smoking kills. It's terrible for our health. Take a 2-liter plastic bottle and near the base make a hole and press with a pen with its lid. Close the lid and then fill the bottle
almost three quarters with ordinary water, tap water. Now make a hole in the lid of the bottle and press fit the filter tip of the cigarette butt in this hole and then screw on the lid on the bottle top. Now light a matchstick and then light the cigarette tip and then from below open the pen lid so that the water pours out. Now as the water pours out, it is going to suck air from the top and what will come inside the bottle will be the white smoke and you can see it visibly, this white smoke. هو بيولع السيجارة ديت الرئة بالظبط بتعبى بالدخان ده. تمام، احنا شايفين دخان ابيض دلوقتي. شوف التجربة اللي هتحصل دلوقتي على شكل الرئة لما بتحتفظ بالدخان فيها، او بمعنى اصح لما الشخص اللي بيشرب سجاير بيسحب الدخان فيها. والشخص ده بينفخ ما بيسحبش على فكره عشان محدش يفهم ان هو ده بيشرب سيجاره، ده بينفخ في الازازه ويطرد منها الدخان. شوفوا اللي هيحصل ايه دلوقتي. شوفوا شكل الرئه المفروض من جوه هيبقى عامل ازاي. ده شكل الرئه والانسان المدخن بيشرب سجاير. ده كان درس تعليمي بيعلم الفتيات ويعلم الاولاد اضرار التدخين. المدرس استخدم اسلوب ذكي شويه واسلوب سهل لتوصيل المعلومه للناس اللي قدامه، عشان كده الرسول عليه السلام لما قلت خاطبوا الناس على قدر عقولهم بيوصل المعلومه بشكل جيد. تمام، فاتمنى اذا كان في حد في القاعه مدخن يقلع عن التدخين بعد مشاهدته للفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي. اتمنى ان تكونوا استفدتوا النهارده، واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليكم، ويا رب تكون المعلومه البسيطه اللي كانت عندي وصلت لكم. في اخر كلامي بقول سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ولي كفاره المجلس. تمام، ان اخطات في حق احد هو مش موجود، او ارتبت احد وهو مش موجود، او تحدثت بقول غير لائق، فبقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان اصبت فمن الله، وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه.